السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع جيجل اللي ناقف على الأشغال تاع طريق السيار اللي يربط من جنجن بطريق السيار شرق غرب، حيث أنه فيه انتهاء الأشغال على مستوى النفق، يعني الجهة تم يعني ربط يعني فتح كل النفق، والآن العملية تاع فتح الجهة بجهة بلدية تكسانة تم في الأسبوع الماضي هذا فتحه كلية، وتبقى الأشغال بالنفق الثاني يعني يدير الاتجاه الآخر ما زالت متواصلة في الجهة الأخرى لإتمام هذا النفق الوحيد الموجود على مستوى طريق السيار هذا اللي راه قيد الأشغال واللي يقع ما بين بلدية تكسانة وبلدية الطاهر على طول حوالي 2 كيلومترات. نترككم إذا تتابعوا العملية انتهاء الانتهاء من حفر النفق الأول هذا، وإن شاء الله الأشغال تأخذ المجرى انتحى متسارع، لأنه المشكل كان في الأنفاق هذه، وكذلك فيه مشاكل تقنية على مستوى الجسر فوق السد نتاع تابلوت، فيه كذلك مشاكل تقنية اللي يعني هذه هي التحديات الكبرى على مستوى هذا المشروع. يعني تبقى مسألة المقاطع الأخرى، فالأمر يبدو يعني تقنيا مش صعيب كثير. إذا نخلوكم على كل حال تبقوا هذه الصور عن انتهاء الأشغال بالنفق الأول على امتداد 2 كيلومترات في مشروع الطريق المنفذ لميناء جنجن باتجاه بلدية العلمة وباتجاه كذلك طريق سيار شرق غرب. اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. هذا هو حق.